أكثر من 7 ملايين مركبة تجوب الشوارع العراقية في كل يوم، وهو ما يفوق الطاقة الاستيعابية لها، ما يؤدي إلى اختناقات مرورية ترهق المواطن العراقي وتجعله ينتظر في مركبته لساعات طويلة أثناء تنقله داخل المدن العراقية أو في الطرق الواصلة بينها. الازدحام يظهر جليا في العاصمة بغداد التي يبلغ عدد المركبات فيها أكثر من 2 مليون مركبة. هذا العدد الهائل من المركبات يؤدي إلى آثار سلبية، منها تلوث الجو بسبب كثرة استهلاك النفط، إضافة إلى زيادة الحوادث المرورية والتي تصل إلى 8000 حادث مروري بشكل سنوي. احنا نتحدث عن طاقة استيعابية للشوارع، فبالنتيجة عندما تزيد أعداد السيارات والمركبات بشكل عام فهذه تكون أكثر من الطاقة الاستيعابية، هذا بالتأكيد في نهاية المطاف يولد زخم، يولد ازدحام، يولد اختناقات مرورية كما نشهدها اليوم. مديرية المرور العام بيّنت أن مشكلة الاختناقات المرورية تكمن في عدم وجود مخططات لطرق حديثة تسهل حركة السير، إذ أن بعض الطرق مضى عليها أكثر من 100 عام ولم يتم تغيير شيء فيها باستثناء الطلاء والإكساء، إضافة إلى حاجة الشوارع العراقية للجسور والأنفاق في التقاطعات المرورية. ضيق الشوارع وقلة الشوارع، يعني اليوم الشوارع قسم منها صار لها 100 سنة لم يطرأ عليها سوى الإكساء والتبليط والصبغ. حلول لإيجاد أنفاق جديدة ومجسرات جديدة والطريق الحلقي الأول والثاني. أسباب أخرى أدت إلى هذه الاختناقات المرورية، منها استمرار قطع عدد من الطرق الحيوية والمهمة ضمن خطط وإجراءات أمنية متبعة في العراق، كذلك مواكب المسؤولين الحكوميين الذين يكررون عمليات قطع الشوارع بين وقت وآخر. ويأمل المواطن العراقي في إيجاد حلول سريعة للازدحامات المرورية تخلصه من التوتر والإرهاق الذي يؤدي إليه قضاء أوقات طويلة في الطريق، حلول قد ترى النور لو التفت إليها المسؤولون وأعطوها النصيب من الاهتمام. لقنوات أبوظبي موفق مجيد، بغداد.